في قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، هل يدل على أن الشمس تتحرك وليست ثابتة؟ تجري، نقول الشمس تجري كما قال الله جل وعلا تجري لمستقر لها، وفي قراءة لا مستقر لها، تجري لا مستقر لها. نعم، هذا. ولا يقال الشمس ثابتة والأرض هي التي تجري، ولا يقال إن الشمس ثابتة والأرض تجري حولها، ولا يقال إن الأرض ولا يقال إن الشمس ثابتة والأرض تجري حولها أو العكس، ولا يقال هذا ولا هذا، بل يقال الشمس تجري أو لمستقر لها، يعني تسجد تحت العرش، أو لا مستقر لها على قراءة أخرى. نعم، كما قال الله جل وعلا إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هل على أن الشمس تجري من المشرق إلى المغرب. نعم.